واش حكايه القرنطيطه اللي تاكلوها في رمضان؟ احنا في وسط غاني معروفين ناكلوا كارانتيكا في رمضان، حريره مغرف حريره وشويه كارانتيكا. نيتك والله شنو كيما حنا بالبورك نفوتوا بها قرنطيطه تفوتوا بها الحريره؟ ماشي تفوتي بها قادره. مهم عندنا الكارانتيكا في الطابله تاع رمضان ضروري تكون محطوطه. شوفي كاع الناس برا شارين تصبي كاع لي بلاطا كارانتيكا يبيعوها يعني في كاع العائلات تاع مستغانم. ماشي كاع، كاين اللي يقول لك حنا ما نديروهاش، كاين اللي ما في كاع هكا الناس مستغانم. قولوا لنا اسكو نتوما ثاني كيما العائله تاع عائشه تحطوا القرنطيطه مع الحريره؟ وتجبني لنا كي تاكلي مغرف حريره وشويه كارانتيكا نجربها. شوف انا موت على القرنطيطه، موت على الحريره، صح نجرب هذه تاع القرنطيطه.